بسم الله الرحمن الرحيم دقمد عبد العزيز قبلك بنادر إن لله وإنا راجعون الله نحرسته مواطنين صوماليات وكنا في باي قرح أي قليها رجح صداها أسوأ بابولين قلبتي شنتي يسقال دقيقة أم كوي تبنكي يسقال دقيقة أي قرح اسمي ذا منها الله استعمالي قاري اللي قصوا بحشة والحا قرحة إيو أرجح الصو سلام مركزنا ربتي إني قصار جيسي صدات شعبها أو كجري هوتيل كإيليات كوي على دقمد عبد العزيز قرحة مركو ودعي أرجح الصدو جدها أي أقلين هوتيل ك وحماشة كلنتي قصار دمشق أي قرحة كاني وقاري سليحي تبنقف كوي تبنقف وشعبه يشان كم إذا نفتها اللي جياش وقول تلاقي لنا نفته وده هي نفته شعب كسر ماليات بجمادان سلاس وكله وحماشة كده عي دعوة جرسي إلا صدق يتبان قفوت وجابت كأجله واد تكاس دعوة إذا مشد وسجود جيران شقالي هوتيل ك يدت شعبها جوت كأجمري يرجع السدي يجو سوء أبابري أقرحها إنه ماشة قصارها سك جرسيان سلاس وكله تو حاجة بربر هنتيات وسوق جاري هوتيل ك يجو واريد يدت كشعب كها وجدك كأجله أجار كمري هولجلك أو حوجا يرادي وحسو جاري لا طبعا كيف يدمو السبب تا إنه لدر رادنا وحي هاي إن أن يري إنه إسلام كان كتحدرنه إنه قصاره إن تاسير دافن أو قصار بدل ماشي وسنكين هوتيل كوحوها هوتيل ده شعبه يسوي مدن أو لصو شه تجو مركا وجدت كأرجع حسونه كلية وحوها إن قصارها ومد كرديان وهوتيل كل قبل بادية ديو جاري إلا صدح بغلوقف أو يسوي جري ده شعبها يو شغال دورديت هوتيل كسرنا هذا هم سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.